شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مسيرة الاتحاد التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2024 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة العيد 53 لدولة الإمارات. ونقل سموه تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه سمو رئيس دولة الإمارات بمناسبة الذكرى 53 لليوم الوطني لدولة الإمارات. وعرب سموه كذلك عن تهانيه بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وقد رافق سموه حفظه الله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى الحرص المشترك على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أكثر شمولا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله. وأشار سموه إلى ما يربط الجانبين الشقيقين من أواصر أخوية وطيدة عززتها الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات، مشيدا سموه بما تضمنه حفل مسيرة الاتحاد من فعاليات تعزز روح الاتحاد من خلال ما قدمه أبناء الإمارات من لوحات فنية وشعبية عكست الهوية والتراث الإماراتي العريق، متمنيا سموه للإمارات وكافة أبنائها بهذه المناسبة مزيدا من التقدم والازدهار. الجدير بالذكر أن مسيرة الاتحاد تمثل أحدى الفعاليات الرئيسية لمهرجان الشيخ زايد التراثي، وتأتي ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني كل عام، حيث يتنوع المزيج الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسية في ميدان الوثبة. هذا وقد شارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن أصالتهم وتاريخهم العريق.